وللحديث أكثر عن تجدد انتهاكات المستوطنين الصهاينة والاحتلال في القدس ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس عضو لجنة الدفاع عن أراضي وادي الحمص أو وادي الحمص عفوا محمد إدريس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. حياك الله ربي. من جديد يرتكب المستوطنين الصهاينة وتحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكات ضد الفلسطينيين وضد المقدسات الإسلامية في القدس، إلى ما ترجع اندلاع هذه الموجة والتي تتزامن مع تولي الحكومة الجديدة مهامها؟ أهلا وسهلا فيكم. الاعتداءات المستوطنين على أحياء القدس وخاصة حي الشيخ جراح في هذه الأيام هي متكررة يوم يوم. اللي حصل امبارح بأنهم اتطوروا في اعتداءاتهم وحرقوا بيوت، ضربوا زجاجات حرق على البيوت وحرقوا البيوت. فالمستوطنين استدعوا الشرطة في هذه اللحظات لأنهم أصحاب البيوت طلعوا يدافعوا عن بيوتهم. المستوطنين استدعوا الشرطة والشرطة حضرت للمكان وقمعت أصحاب البيوت المحروقة بيوتهم وحمت المستوطنين من دفاع أهالي البيوت عن بيوتهم. فهي هذه عصابة اللي هي بتتكون من الحكومة من المحاكم من المستوطنين، هذه جميعها عصابة أهالي البيوت في الشيخ جراح بواجهوا فيهم. المحاكم الإسرائيلية اللي توجهوا لها أهالي البيوت في الشيخ جراح اللي يأخذوا حقهم، هم راحوا للمحاكم هذا يعني مش لا يأخذوا حقهم بس لا إيش لازم يسووه. طيب، هذه الاعتداءات التي حصلت يوم أمس على أهالي حي الشيخ جراح تعتبر غير مبررة، كيف تبدو الأوضاع اليوم في الحي؟ اليوم الأوضاع مشحونة بزيادة. الأوضاع مشحونة هي من فترة من 3 شهور وجاي، بس اليوم الوضع يعني مشحون بزيادة اليوم. فالحكومة الجديدة اللي تشكلت على يد بنت ولبيد هي حكومة متطرفة أزوأ من حكومة نتنياهو، والمستوطنين بقوموا في اعتداءاتهم هاي بناء على توجهات من الحكومة اللي بدها تظهر للإسرائيليين بأنها متطرفة أزوأ من حكومة نتنياهو. طيب، ما هي الإجراءات التي تخططون لها لحماية الأهالي وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بعد تزايد الانتهاكات ضدهم؟ يعني احنا رايحين نضلنا في نقاوم لآخر نفس، يعني مش رايحين نسلم. في مخططات الحكومة في الأحكام اللي بتطلع من المحاكم الإسرائيلية، هذا حق لبيوتنا، هذه حق لنا. بس يعني الشغل بدي ألفت نظر المشاهد لها، منطقة الشيخ جراح هي منطقة وقف إسلامي. اللي صار فيها إنه في 48 لما العصابات الصهيونية احتلت مناطق 48 اتهجروا أهالي 48 على منطقة الشيخ جراح. لقيت منطقة الشيخ جراح قبل 48 كان يسكنها يهود، هلكت اليهود كانوا يسكنوها تحت مظلة الدولة العثمانية اللي هي الأراضي الشيخ جراح اللي هي أراضي وقف إسلامي. فالدولة العثمانية سمحت لليهود أنهم يسكنوا فيها، مش ملكين لها، يسكنوا فيها زي المسيحي ما بسكن في القدس، زي المسلم ما بسكن في القدس، كان في يهود يسكنوا فيها. طيب، فلما العصابات الصهيونية احتلت فلسطين في 48 اليهود هذول اللي كانوا بس ساكنين مش ملاك شردوا على القدس الغربية. أهالي مناطق 48 شردوا على كان القدس. عن إجراءات الحماية اليوم على ذكر هذه الإجراءات، تجتمع الفصائل الفلسطينية في غزة، نحن نتكلم عن فتح حماس، فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، حركة الجهاد الإسلامي، لدراسة إمكانية الرد على هذه الانتهاكات. هل تتوقعون عملية عسكرية جديدة؟ يعني أقول لك يا احنا اليوم عملنا بس في المقاومة. الإسرائيلي ما بيجي إلا بالقوة،
والشغلات الأشياء اللي بيحكوا فيها مباحثات ومباحثات والاتفاقيات هذه ما بنآمن فيها. فالإسرائيلي ما بيجي إلا بالقوة، وإحنا سندنا اليوم بس المقاومة اللي في غزة. نعم هذا أملنا بعد رب العالمين، أملنا مقاومتنا في غزة. نعم، عضو لجنة الدفاع عن أراضي وادي الحمص السيد محمد إدريس، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.